لم يكن العثور على بغي أمرا صعبا في بومباي. بالنسبة إلى الرجل الروماني، ليس هناك منعار في زيارة بغي من كلا الجنسين. هناك مخور مؤلف من طابقين يتضمن سلسلة من الغرف في كل طابق، وهي تتضمن حرفيا سريرا حجريا مع مخدة حجرية، ويوجد فوق الباب مشهد شهواني، إذ يدخل الزبائن وتعين لهم غرفة معينة فيها بغي ذكرا كان أو أنثى. كانت الدعارة قانونية ومقبولة اجتماعيا في روما القديمة. الدعارة تجارة مفتوحة في بومباي، هي ليست شيئا مخفيا، هي تحدث عادة في الأزقة الجانبية عوضا عن الطرقات العامة. ولكن بالنسبة إلى العالم الروماني، أن يقيم رجل علاقة مع أخرى لا يعتبر زنا. كان يوجد نوع بالغ من الزنا لا تحسب فيه العلاقة مع البغاة ولا تحسب مع المستعبدين. عام 79 بعد الميلاد، العملاق النائم جبل فيزوف يستفيق. يؤخذ الناس النائمون في بلدتي بومباي وهيركولينيوم على غفلة. لم يكن للسكان أدنى فكرة عن قوة البركان المدمرة. تمطر مئات الأطنان من الأنقاض البركانية على المدن في الأسفل. لا يوجد مكان آمن للاختباء. نعرف أن بعض الناس دفنهم مطر الخفاف وهم أحياء وتعرضوا للاختناق حتى الموت. لمدة 16 قرناً رقدت هاتان المدينتان تحت الأنقاض، محفوظتين بشكل كامل تحت طبقات من المواد البركانية. المدن أسفل فيزوف بقيت مدفونة لمدة 16 قرناً، ولكن الصخور البركانية والرماد حمتها. عندما أعيد اكتشاف بومباي وهيركولينيوم أخيراً، وجد الحفارون المدن الرومانية محفوظة بشكل فريد. عندما اكتشفت هيركولينيوم في القرن 18، وجدت سليمة تماماً، وكانت البيوت والمباني لا تزال ملأى بكل تلك التحف والتماثيل تماماً حيثما كانت في ذلك الوقت. المدن الرومانية الأخرى تفتتت وفسدت بمرور الوقت، ولكن الحياة في بومباي وهيركولينيوم تجمدت عبر الزمن في اللحظة المحددة للانفجار. عندما يكتشف موقع حفر، غالبا ما يكون مبنى مهجورا كان لدى سكانه متسع من الوقت للهرب، ولكن ما حصل هو أنه تم مباغتة البومبيين في منتصف النهار في العام 79. يوم 24 من آب عام 79 للميلاد كان يوم عمل عاديا. فجأة وباقتراب ساعات الظهر توقفت الحياة في بومباي بشكل عنيف. كان ثمة ما يحدث لجبل فيزوف. الإشارة الأولى لأي من سكان بومباي كانت الانفجار على الجبل ذاته. بفضل كتابات بليني ذا يونجر، وهو كاتب روماني كان يتابع الأحداث عبر الخليج، نعرف بعض تفاصيل أحداث ذلك النهار. وصف بليني ذا يونجر المشهد وكأنه نخلة متوسطية، الفروع والأغصان تندفع في اتجاهات مختلفة. إذا أردنا وصفه اليوم نقول إنه كان شبيها بانفجار نووي ضبابي. كانت كارثة كبرى. أنباء الكارثة انتشرت بسرعة ووصلت إلى الإمبراطور في روما.
نعرف بأن الإمبراطور تايتوس قد أرسل وفدا إلى هنا ليعرف ما الذي يمكن فعله لمساعدة سكان بومباي والمدن المحيطة التي تدمرت أو تأذت بفعل الانفجار. الحقيقة كانت أنه مهما كان الرومان بارعين بالسيطرة على الموارد الطبيعية وإنشاء المشاريع الهندسية، حجم هذه الكارثة كان يتجاوز قدراتهم. اختفت المدينتان عن الخارطة، ولكن الآثار الغريبة التي وجدت في طبقات الرماد في أنحاء المدينة القديمة أربكتهم. عندما بدأ الناس بالتنقيب في بومباي كانوا يجدون فجوات غريبة الشكل في المباني، وتدريجا أدركوا أن الأجساد البشرية كانت ترقد هناك وتحللت مخلفة قوالب مثالية في الصخور الخفافة. مر قرن تقريبا قبل أن تعرف قيمة هذه الفجوات، ولكن عندما طورت التقنية الملائمة كشفت أكثر الأسرار أيقونية ودهشة في بومباي. كان الحل في صب الجص السائل في الفجوات المشابهة للشكل البشري. إذن عبر إدخال الجص يمكنهم إنتاج نسخة مطابقة عن الجسد البشري كما وقع بالضبط. يصبح لدينا هذه البقايا المتحركة المذهلة، ونرى الناس وهم يغطون وجوههم بأيديهم محاولين حماية أنفسهم. كلك بس على سبسكرايب، لكل شخص ما بعرف يشترك بالقناة تحت الفيديو مباشرة بإمكانك تحضر فيديو كيف تشترك بالقناة. وشكرا لكم، ونشوفكم في فيديوهات الجاي. باي باي.